صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطله يوم العمال العالمي لعام 2021 وجاء في التعميم انه بمناسبه يوم العمال العالمي لعام 2021 تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم السبت الموافق للاول من شهر مايو عام 2021 وحيث إن ذلك يصادف يوم عطلة أسبوعية يعوض عنه بيوم الأحد الموافق للثاني من شهر مايو عام 2021